السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة انتوا وكل حبايبكم، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور بكل انواعها تكون محققة كل الارباح والنجاحات اللي انتوا بتتمنوها. من اكتر المواضيع اللي بتشغل كل مربي الفراخ البلدي، البط البلدي، السمان، الحمام، اي نوع من الطيور البلدي اللي بنستنى منها انتاج بيض كتير. من اكتر المواضيع هو زيادة انتاج البيض، واللي ياما اتكلمنا عنه في فيديوهات سابقة وهنفضل نتكلم عنه على طول، لان الموضوع ده مش بيخلص، الموضوع ده دايما متجدد ومستمر، وطول الوقت احنا بنكتشف خلطات واكلات معينة مفيدة جدا لزيادة البيض. ودايما بنقول كل حاجة احنا بنلاقيها وبنكتشفها وبنتعلمها وبنجربها علشان خاطر اللي يعرف يحل بالطريقة الفلانية يعرف، معرفش يلاقي طريقة اخرى قريبة ليه ومتوفرة عنده يقدر يزود بيها انتاج البيض عند الفراخ بتاعته. الحاجة النهاردة اللي هنتكلم عنها اللي بتزود انتاج البيض، حاجة موفرة جدا مليئة بالفيتامينات ومليئة بالاملاح المعدنية الطبيعية، حاجة كده من خير الطبيعة. علشان تعرفها وتعرف ازاي ممكن تستخدمها بالمقادير، كل اللي عليك تعمل لايك على الفيديو واشتراك في قناة طيور فوق السطح وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول باشعارات مباشرة ليك مخصوص من اليوتيوب. ويلا بينا نعرف مع بعض ايه الحاجة الموفرة جدا والمليانة بالفيتامينات والاملاح المعدنية الطبيعية واللي بتزود انتاج البيض. زيادة البيض عموما عند الفراخ البلدي او البط البلدي او اي نوع من انواع الطيور اللي ممكن نكون بنستنى منها انتاج بيض، بتكون عن طريق حاجات كتيرة جدا، يعني خلطات وسلوكيات، وان احنا نحصنهم من الامراض ومن كل حاجة. بس من اكتر الحاجات المهمة ان احنا نقدم ليهم غذاء طبيعي، غذاء ما يكونش فيه اي كيماويات كتيرة ممكن تأثر على صحتهم. والاكلة بتاعت النهاردة دي اللي احنا هنقدمها وهنتكلم عنها بالتفصيل رخيصة جدا دلوقتي، والواحدة بس منها بجنيه، يعني ممكن تشتري واحدة بس بجنيه تكفي عندك 10 فرخات. تخيل واحدة بس بجنيه تكفي عندك 10 فرخات، وممكن تتقدم يوميا او ممكن تتقدم يوم ويوم على حسب قدرتك وطاقتك وطاقة الفراخ اللي عندك وعددها. الحاجة دي عالية الانتاج وبتزود انتاج البيض بشكل كبير جدا، وهتلاحظوا ده لما تستخدموها. الحاجة دي مليانة بالفيتامينات ومليانة بالاملاح المعدنية اللي بتدي قوة للطائر وبتزود من قدرته على التكسير لو الديك، وكمان بتزود من انتاج الفرخة نفسها للبيض لان صحتها بتكون اقوى ونشاطها هيكون اعلى، فبالتالي انتاجها هيكون اكتر. الحاجة دي مستعملة ومشهورة جدا في حياتنا اليومية، احنا بنستخدمها كبني ادمين بناكلها وبنتناولها، بنحطها في السلطة ساعات، وبتستعمل برضو في انتاج السكر، وبتستعمل برضو في المخلل، مفيدة جدا وقديمة التواجد في البيئة العربية من زمان جدا، وهي بتتزرع في البيئة العربية وفي الجو بتاعنا هنا في البيئة العربية، وبتزيد طبعا انتاجها بيزيد في اشهر الربيع اللي احنا فيها دلوقتي، لذلك هي رخيصة جدا ومتوفرة في الايام دي، وهتلاقوها بكثرة في كل الاسواق. احنا اتعودنا دايما علشان نزود انتاج البيض بنحط بواقي الاكل بتاعة البيت، بنحط كرنب، بنحط خس، بنحط بقدونس، بواقي كراد، بواقي كزبرة، بواقي شبت، بنحط بواقي الرز، بواقي العيش. لكن عند الرز والعيش خصيصا احنا علشان نزود انتاج البيض ممكن نزود 5 جرام من حبة البركة مرة في الاسبوع. احنا على طول بنديهم بواقي رز وعيش، مرة منهم في الاسبوع نحط على الرز او العيش 5 جرام من حبة البركة. حبة البركة طبعا ذكرت في القرآن ان فيها شفاء من كل الامراض، يعني كل الامراض ممكن تساهم حبة البركة في الوقاية منها والشفاء منها.
بتزود مناعة الطيور وبتزود قوة وصحة الطيور، بالتالي طبعا انتاج الطيور اللي عندنا هيزيد، وطبعا حبة البركة هتكون مفيدة جدا في كل الفصول، وخصوصا في ايام الربيع اللي احنا فيها دلوقتي، اللي محتاجين الوقاية من كل الامراض اللي ممكن تيجي للطيور عن طريق الطيور المهاجرة اللي ممكن تسبب اي عدوى لاي امراض خطيرة زي انفلونزا الطيور. المادة اللي احنا جايين نتكلم عنها النهاردة او الغذاء اللي جايين نتكلم عنه النهاردة مش حبة البركة، احنا جايين نتكلم عن البنجر، وطبعا كلنا عارفين البنجر، ممكن نستعمل حبة البركة مع البنجر عادي، لكن المادة الأساسية اللي احنا جايين نتكلم عنها النهاردة هي البنجر. هنقوم ببشر البنجر، هنخليه مبشور ونبشره على عيش مبسوس او نبشره على رز، وممكن كمان نقدمه مبشور لوحده للطيور بتاعتنا. بنجرايه واحده، حبه واحده من البنجر، راس واحده من البنجر هتكفي 10 فرخات من اللي عندنا. تخيل واحده بس بجنيه هتكفي 10 فرخات من اللي عندك، وهتستعملها مره في الاسبوع، مش هتستعملها كل يوم. يعني انت ممكن تستعملها مره في الاسبوع، عايز تستعملها اكتر من كده مفيش مشكله، بس هو هيكفيك مره في الاسبوع. انت هتستخدم مع البنجر 5 جرام من الحبه السوداء، مش هتخلطها طبعا مع البنجر، هتحطها مع العلف مره اسبوعيا، او ممكن تحطها مع الرز او العيش زي ما قلنا. يبقى البنجر هو المادة الأساسية أو الغذاء الأساسي اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة، بالإضافة إلى الحبة السوداء اللي هي حبة البركة، مهمة جدا لتقوية مناعة وزيادة إنتاج البيض عند الطيور بتاعتنا، أيا كانت الطيور دي فراخ بلدي أو بط بلدي، المهم تكون طيور بلدي احنا مستنيين منها إنتاج بيض كتير. نتك بقى على فكرة مهمة جدا، فكرة اهتمامنا بالخضروات. الخضروات من اهم الحاجات اللي بتساعد على انتاج البيض بكثرة، وبتزود انتاج البيض عند الطيور. ليه بقى؟ لان هي بتقضي على السمنة، والسمنة زي ما احنا عارفين حاجة بتعطل انتاج البيض بشكل كبير جدا، وبتسد مخرج البيض. وكمان الخضرة بتشبع، رغم ان هي بتساعد على الهضم، لكن هي بتشبع بنسبة كبيرة جدا، وبتخلي الطيور عندها نشاط وطاقة وقوة، وبتطرد السموم من جسمها ومن دمها، وبتخلي الدم ماشي كويس، فده هيخلي فيه نشاط عالي عند الطيور بتاعتنا. وطبعا نهتم بتقديم اي انواع من الخضروات زي البرسيم، الخس، الكزبرة، الكرنب، الايام دي رخيص جدا ومفيد جدا 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 وموفر، لانه بيكفي اعداد كبيرة من الطيور، وبيزود انتاج البيض بشكل سحري فعال جدا. زي ما اتكلمنا عنه في فيديوهات سابقة كتير، الكرومب يا جماعة مفيد جدا جدا، واي حاجة تلاقيها رخيصة في السوق ممكن تستعملها علشان تزود انتاج البيض سواء كرومب او غيره. ما تنساش بقى تعمل لايك على الفيديو واشتراك في قناة طيور فوق السطح، وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.